من القدس ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي يوني بن مناحم. أهلا بك سيد يوني. سيد يوني، يعني الحديث عن قرب الوصول إلى ربما اتفاق بين الجانب الإسرائيلي وحماس بوساطة قطرية أو بوساطة مصرية، لكن يبرز دائما هناك مطالبات من كلا الجانبين، ولربما مطالبات الجانب من قطاع غزة تبدو واقعية بأن تتوقف إسرائيل عن استهداف المستشفيات في ظل ما تحدثنا عنه في بداية نشرتنا عن أنها اقتربت ليس فقط من المحيط بل هي داخل المستشفيات إن لم تكن قد تم استهدافها بالطبع. لكن كيف تبدو ملامح هذه الاستهدافات لمحيط مستشفى الشفاء الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي وانعكاساتها على ملف أو تعقيد ملف الوصول إلى اتفاق حول الأسرى؟ أنا أعتقد أن الاتفاق هو وارد وهو بالطريق. في هناك محاولة من قبل حركة حماس لوقف احتلال مستشفى الشفاء من قبل الجيش الإسرائيلي، وأنا لا أعتقد بأن حركة حماس تنجح في ذلك. إسرائيل لا تستهدف المستشفى، هذا غير صحيح. إذا كانت هي تريد استهداف المستشفى كانت قد قصفته من الجو وانتهت القصة، ولكن هي لا تريد ذلك. هي تريد إخلاء المستشفى من المرضى وعدم تدميره والوصول إلى ما تحت المستشفى من شبكة الأنفاق ومخازن السلاح. وقد رأينا أمس ماذا حصل في مستشفى الرنتيسي في قطاع غزة عندما دخل الجيش الإسرائيلي المستشفى دون أن يدمر المستشفى وعثر على كميات من السلاح والأنفاق وأيضا مخبأ. نعم، لكن سيد يوني، يعني رويترز تتحدث عن أن الدبابات الإسرائيلية تقدمت إلى أبواب مستشفى الشفاء، وهناك حديث أيضا من الجانب الإسرائيلي عن مؤشرات لوجود يعني أنفاق أو أماكن لتواجد حماس في المستشفى. يعني هذا يرجح أن إسرائيل قد تستهدف المستشفى في أي وقت، وهي من الأساس بدأت باستهدافه أو استهداف محيطه في الأيام الماضية. يعني هل لعملية استهداف المستشفى هذا مستشفى الشفاء أن يعقد من مسألة الوصول إلى اتفاق بين الجانبين لتحرير الأسرى؟ احتلال المستشفى وليس استهدافه هو يعني هذه يعني شيء مؤكد، يعني مسألة وقت فقط وإسرائيل ستدخل إلى المستشفى بدون تدميره وبدون أذى لأي إنسان لأي مريض، وتخلي المستشفى من المرضى وتنزل إلى تحت المستشفى وتعالج مشكلة الأنفاق الموجودة تحت هذا المستشفى. هذا لا يتعارض مع صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وبين حماس، لأن هذه هي مصلحة مشتركة. حماس أيضا تريد الاستفادة منها وأن تحصل عن الهدنة وأن تحصل عن الوقود والمواد الغذائية، ولذلك هذه مصلحة مشتركة للطرفين.